في هجمة شرسة من العلمانيين والشيوعيين والملاحدة ضد الإسلام، بيسبوا في الدين على صفحات الفيسبوك وعلى حساباتهم في التويتر، كمان اتطوروا شوية عملوا لهم حسابات في التويتر العلمانيين والشيوعيين، يسبوا فيها الإسلام سب صريح في كفر وفي زندقة وفي محاربة لله سبحانه وتعالى. وهم قايلين نبيهم يقدر يغلب رب العالمين، والله ما يقدر. ربنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا كان ده في معصية هي من الكبائر دون الكفر في الربا، فكيف بإنسان مش يقول كفر، إنسان بيسب في ربنا ويسب في دين الإسلام ويسب في النبي عليه الصلاة والسلام. المهم في خضم الهجمة النكراء دي ضد الإسلام، قالوا كمان دارين نطبقوا العلمانية عمليا بصورة عملية بصورة سلوكية. عملوا وهمة كده، قالوا فريق كرة غدم نسائي سوداني، هو فريق بتاع الرجال بتاع السودان غايته معروف الحاصل عليه، ما محل ما يمشي بيتلطش وبيجي راجع، كل الفرق السودانية. وأنا ذاته كنت لاعب كرة درجة أولى هنا في البلد دي، وفي النهاية ضيعت زمني زاي، إن كان مشيت حفظت لي قرآن كان أحسن لي، فأنا أدرب الشغلة دي وعارفها كويس. فروقنا دي كلها إن مرقت برا بتتلطش وبتجي، بل فريق القومي ذاته بيتلطش وبيجي راجع والموضوع انتهى. ده الرجال، اها كمان خلي النسوان ده يجيبوا فريق كرة غدم نسائي. يعني من ناحية كورة قبل ما نتكلم عن الدين، من ناحية رياضة وكورة نحن فاشلين تب، وكونوا فاشلين في الكورة ده مازم ده خير والله، عشان نتجه يا أخي للشي الصح وننمي بلدنا. وشوف من تناقض العلمانيين، يقول لك يا أخي الخواجات والكفار ديل ما تطوروا إلا لما خلوا الدين وحاربوا الدين وحاربوا ربنا. لا 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 لا، ده ما السبب. السبب قد يكون لكثير منهم ده استدراج، كما قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكذلك برضو من الأسباب عندهم أسباب دنيوية، الناس اللي عملوها، ما ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ربنا أمر بأخذ الأسباب الكونية ذاتها. الجماعة ديل بيعملوا بالأسباب الكونية، بيقروا بيطلعوا بيتعلموا في دنيتهم دي بيجيهوها، عشان كده أمورهم اتجيهت. لكن العلمانيين بتعيننا القاعدين في أوساط الدول الإسلامية وأوساط المسلمين ما بيشيلوا من الكفار البرة إلا الزبالة وقلة الأدب، يو زي الشغل اللي بيسووه ده، ما بيشيلوا منهم العلم اللي اتطوروا به وصنعوا به الطائرات والأسلحة النووية واكتشفوا به وطوروا به التكنولوجيا حقتهم، ده علم. الناس زي الخواجات دي اللي قال واحد لو ركب في القطر في الطيارة، كثير منهم بيحكوا لنا أنا ما مشيت، قالوا طوالي بيفتح كتابه وقعد بيقرأ بيتعلم. أنت علماني قاعد معانا هنا، أول ما تركب الحافلة زي بالله شغلنا الحود عليك الله، أنت ما عندك زمن تتعلم، راسك قرعوبة ساكت، نزلت من الحافلة مشيت الجامعة بتقول لك مع واحدة تحبها 48 ساعة قاعد معاه وتعاين فيها في عيونها تقول دكتور عيون، أنت ما عندك زمن تتطور، أنت ما عندك زمن تتطور. فما تطور الخواجات كان بسبب ترك الدين يا علمان يا بليد. تطورهم ده النازل من الأسباب، أسباب كثيرة، من الأسباب الكونية يعني النازل اجتهدوا في دنيتهم، انت ما مجتهد. ولا الليلة انا ما لاقاني علماني سوداني ولا شيوعي سوداني ولا ملحد سوداني ولا كافر سوداني صنع له مش ركشة صنع له مسمار، لليلة ما لاقاني ولا اظن القاكم ذاته، لانه ده ما فاضي من قلة الادب العلمانيين اللي قاعدين في اوساط المسلمين ديل. يعني ما اخذوا من الكفار الا قلة الادب بس ما أخذوا أي حاجة، عشان كده طوالي جابوا لنا هنا وصدروا لنا وردوا لنا في بلدنا وفي جميع بلاد المسلمين العلمانيين اللي قاعدين في أوساط المسلمين دي، وردوا للمسلمين قلة الأدب. يعني كلامهم كله وفكرهم كله شهواني فقط، والله ما صنعوا شيء، ما صنعوا أي حاجة العلمانيين دي. وأسد دليل موضوع كرة القدم النسائية ده أكبر دليل، إنه ده يعني هل كونك تعمل فرق كرة قدم نسائي ويلبس شورتيات النسوان خلاص، وكمان قال بين الشوطين جابوا ولد طفل لواحدة من اللاعبات قال ترضعوا، اها ده بطورنا بشنو؟ واحد، ولا هل ده بيحل مشكلة البلد؟ بيحل أزمة الوقود ولا بيحل أزمة الدقيق ولا بيحل المشكلة الاقتصادية العويصة اللي بيعاني منها السودان الليلة؟ حل المشكلة الاقتصادية كلها في السودان انك تلبس النسوان شورتيات أردية وتدخلهم الميدان يلعبن،
وجيب الرجال العلمانيين وشيوعيين وفلفلين شعرهم يحضروا ويصفقوا يتفرجوا البنات مبسوطين ويصفقوا. هل كده مشكلة السودان اتحلت؟ شوف نحن لسه ما جينا للحكم الديني لسه، أنا ترى خاطيهم بعقولهم. هل كده مشكلة السودان اتحلت يا ناس يا بشر؟ هل المشكلة جاءت حلت؟ أهو ده لعبوا ولابسين أردياتهم دي ولعبوا. وين المشكلة اتحلت؟ وين المشكلة الاقتصادية حلها؟ وين ده؟ هل حلها؟ هل ده حلها؟ ده ما حلها. يبقى العلمانيين ديل اصلا ما هدفهم يحلوا مشكله ولا هدفهم يطوروا البلد. العلمانيين ككل والله ما هدفهم كده، هدفهم يعملوا التفاهات وينشروا الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اما الحكم الشرعي زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: والشر المحض لا يحتاج إلى فتوى كما أن الخير المحض لا يحتاج إلى فتوى. الشر الواضح ده ما بيحتاج كثير كلام، وإنه ده حرام وده بتاع، والله ولا بيحتاج كلام زي ده. جايبين قال لغا دكتور مين كذا علماني أظنه جمهوري في قناة S24 قاعد يحلل في الشغلة دي، ده ما بيحتاج كلام يا ناس ولا بيحتاج كلام كثير من علماء الدين نقوله حرام. أي عاقل بس عاقل ولا يحفظ له جزء من القرآن يعرف أنه الكلام ده منافي تماماً للدين الإسلامي، منافي تماماً للأخلاق، منافي تماماً للرجولة. أنا ما أتوقع الراجل سوداني ساكت يشتري لبيت شورت ويلبسه إياه من البيت وفانيلا ورغم 10 كمان ويقول لها مش ألعب كورة لأنه الشيوعيين والعلمانيين الرجال قاعدين يحضروا لك. ما أتوقع أنه راجل عاقل غير عنده غير ساكت ياخد ديك بغير الديك ده بغير. وده تعرف كلامي ده عندك، لو عندك جداد في البيت ولا في مزرعة ومعاهم ديك، جيب ديك غريب يكون بوجود الديك الأصلي ده القاعد الديك حقكم، جيب ديك غريب من الجيران دخلهم سوا مع الجداد والله يتناتفوا ريشة صوفة ما يخلوا في بعض. إذا كان الحيوانات يا أخي بتغير يا أخي، العلمانيين ما عندهم غيرة ومشكلة وبس. داري أصلوا لأن الكلام ده جائز يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روى الإمام أحمد في المسند، مش دارين تعصلوا من أحد الدين، نحن بنوريك الحاصل. قال: المرأة عورة كلها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لما أنت لبسها ردة يا أخي ده واحد. اثنين، الكلام ده يتنافى مع الأنوثة ذاتها. المرأة دي ربنا قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة دي ربنا خلقها ناعمة وخلقها وحبب إنها تتنشأ في الحلية وفي التجمل، تيجي تخليها تلعب كورة وتدي جوز وتدي شلوت وتقلب باكورت، ده يتنافى مع الأنوثة. لكن العلمانيين يا كافي البلا لا بيعرفوا أنوثة لا عندهم مخ في راسهم ده، وعشان كده قالوا دايرين نساوي المرأة بالراجل. أنا أرد عليكم من الكورة ذاتها، بس من الكورة بين الشوطين في الكورة الوهمة اللي عملوها العلمانيين دي بين الشوطين، جابوا الطفل للاعبة من اللاعبات عشان ترضعوا رضعته وصوروها وفرحانين. ما قلتوا الذكر كالأنثى مساواة الرجل بالمرأة؟ ها كيف؟ بترضع المرأة، قلتوا العلمانيين بترضعوا ولا بتحيضوا؟ المرأة برضو بتحيض، وده ما فيه حياء، لأنه ربنا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. انتوا الرجال العلمانيين بيحيضوا برضو؟ ما تقدر تساوي المرأة بالراجل ابدا. المرأة بتحيض، المرأة بتلد، المرأة بتحمل، المرأة بتقعد نفاس 40 يوم في الغالب، المرأة بتتجمل. حتى نسوان العلمانيين ديل الشيوعيات جابوهم كان في البرنامج بتاع الالماني ذاك البليد ذاك بتاع اسمه شنو؟ شباب طوك، جايبينهم قالوا احنا والرجال واحد والبيض عامل احمر شفايف. اها طيب كيف انت واحد ولا رجال العلمانيين بيعملوا احمر شفايف؟ يا ناس المرأة بتنشا على التجمل وعلى النعومة، بس ده بس في الحتة دي ما تقدر تساوي بين المرأة اطلاقا. والمرأة عندها اشياء بتحصل لها من ولادة وطور وحيض ونفاس ما بيحصل لها زول الا كان بيحصل العلماني لغاية والله اعلم. عشان كده ربنا قال: وليس الذكر كالأنثى. ثم هذا الفعل يتنافى مع الدين تماما ولا يحتاج نقاش كثير ومناظرات في S24. انت بتجوز؟ هاي بتجوز لعبة الكورة النسوان، وانت ما بتجوز يلا يتناقش، ما بيجوز. والشر المحض لا يحتاج الى فتوى يا ناس. لكن العلمانيين قصدهم بالفعل ده انهم ينشروا الفساد.
ينشروا الفساد. ولا لا لما بيجينا نرد عليهم من الدين قالوا والله يا أخي نقترح دل العلمانيين والشيوعيين ضبط الخطاب الديني وما دارين خطاب فيه كراهية وما دارين خطاب ونوقف الناس اللي بيتكلموا بيردوا علينا ديل. انتوا قبال ما قلتوا الحرية، قلتوا في الثورة حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. يعني أول خيار عندكم في شعار الثورة والاعتصام والمظاهرات بتاعتكم كان شعار الحرية. خلاص نحن حرين، انتوا مش دار تلبسوا بناتكم شرطيات يلعبن تفرضوا عليهم الرجال وما يعانوا فيهم وعاجبينهم ويستمتعوا بالنظر لهم، احنا كمان بنرد عليكم نحن حرين. والحمد لله الحق بيمشي أكثر من الباطل لأنه هو أقوى من الباطل، والباطل الباطل لو انتصر ساعة فالحق ينتصر إلى قيام الساعة. عشان كده ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أخيرا الرد على الباطل بيكون بالحجة زي ما نحن قاعد نرد من الكتاب والسنة وبنناقشهم بعقولهم العلمانيين والشيوعيين ديل، ما بيكون بمجرد التكفير الغير منضبط بالشرع زي تكفير عبد الحي يوسف. وانا من زمان قبل 18 سنه لليله انا ببين للناس انه عبد الحي يوسف ده تكفيري. يعني شنو تكفيري؟ يعني بيكفر الناس بغير دليل. والان الحمد لله يوميا الادله بقت تظهر وتنتشر على صدق كلامنا اللي بنقوله وما زلنا مستمرين بنقوله إنه منهج عبد الحي يوسف منهج مضطرف منحرف. ونحن بنفرق كأهل سنة وجماعة لأنه منهجنا رحمة بالخلق، بنرد صح وبنشد صح في المحل اللي يستحق الشدة، وبنلين في المحل اللي يستحق اللين، وما نحن معصومين بنجتهد وما توفيقنا إلا بالله سبحانه وتعالى. فمنهج الجماعة ده المنهج التكفير. نحن بنفرق بين القول الكفري وبين إنه نكفر الشخص ذاته، لأنه تكفير الشخص ذاته المعين حتى لو قال كفر أو فعل كفر ما يجوز إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. وده المنهج النزل لنا ربنا من السماء بنص الكتاب والسنة. لكن نزع عبد الحي يوسف ما عندهم الكلام ده، عشان كده الليلة بيكفر. لكن المصيبة الكبيرة وين؟ المصيبة الكبيرة إنه جايبين واحد علماني في قناة اس 24 والقناة دي بلوى كل، وأنا عندي الأدلة على الكلمة دي كثيرة، جيب لك هنا بلاوي بيجيبها من زمن الكيزان لليلة. لكن ده الموضوع، جايبين واحد علماني قال عبد الحي يوسف ده بيكفر، وده قال الفكر السلفي. عبد الحي يوسف ما سلفي، عبد الحي يوسف من جماعة الإخوان المسلمين. ما تكذب على ناس علماني تقول ده سلفي عشان تضرب بالرعونة وبالمنهج الباطل بتاع عبد الحي تضرب بالسلفيين. عبد الحي ما سلفي، عبد الحي براو سنة 2003 جريدة الشارع السياسي لغافي صفحة كاملة مع عبد الحي يوسف في العدد اللي قبله بيوم في نفس الجريدة. الجريدة قالت عبد الحي سلفي. العدد البعدي واللي هو العدد اللي قصده أنا ده عبد الحي قال تاني يوم قال أنا لست سلفيا، وإذا وجدت جماعة باسم السلفية فلست منتميا لها ولا واحدة من أعضائها. فما تكذبوا علمانين عشان تضرب المنهج السلفي تقول ده سلفي، ده إخواني. كوز شئت أم أبيت يا علماني، شاء عبد الحي أم أبى. أدلة كثيرة، كتب عبد الحي عندنا، تسجيلاته عندنا، بيرد عليه 18 سنة ما قدر لليلة يكذب كلامنا ده، أنه يعلم أنه وثائقه كلها قاعدة عندنا أو معظمها، عرفته؟ فده المنهج السلفي. المنهج السلفي بالرد بالحجة، لا بنمشي نفجر لنا ناس، لا بنكفر لنا أحد بغير الكتاب والسنة، عرفت كلامي؟ لا بنمشي نكتل لنا ناس. المنهج بتاع التكفير والتفجير ده منهج الإخوان المسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.